لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين أينما كنتم. سادة الأحبة والكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أرض الوحي. لازلنا وإياكم نتشرف في أننا نقف عند وفي رحاب أرضين حباهم الله، مكة المكرمة وكربلاء المقدسة. نتعرف على علامة لمكة المكرمة من مكانة، وأيضا ما بصدده جموع المؤمنين الزاحفين صوب مكة المكرمة الذين يحيون فريضة من الفرائض التي وضعها الله تبارك وتعالى وأراد من المسلمين أن يأتوه منها. نسأل الله أن يوفق جميع الأحبة المؤمنين المسلمين الذين الآن هم بصدد هذه الفريضة المباركة الحج، وهم بين يدي الله تبارك وتعالى يؤدون فرائض ويؤدون أعمال قد فرضها الله تبارك وتعالى على عباده. وأيضا في المحور الآخر نتعرف على أرض كربلاء المقدسة وزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء المقدسة، وما لأرض كربلاء من مكانة خاصة، وأيضا ما يفعله وما هو المؤمنين بصدده في كربلاء المقدسة وجموع الزاحفين من كل هذا العالم إلى كربلاء المقدسة من أجل أن يؤدوا زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن أجل أيضا أن نتعرف على هذه الأيام المباركة وما لها وما اختاره الله للمؤمنين أن يجعلوا من ذلك وسيلة أن يصححوا ما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أيضا نسأل الله أن يوفقنا في هذه الحلقة أن نقدم شيئا بسيطا مما يجعلنا بمعرفة من خلال ضيوفنا من مكة المكرمة وكذلك من كربلاء المقدسة. إذن بداية نرحب بكم سادة الأحبة والكرام، وإن شاء الله نوفق في هذه الحلقة، أي نقف بالمحطتين ونعود، نذهب إلى فاصل قصير ونعود رافقونا. لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إليك. أهلا بكم مجددا أحبتي المشاهدين، ونحن في رحاب مكة المكرمة. إن شاء الله نتعرف على ما المؤمنين بصدده في مكة المكرمة، جموع المؤمنين المسلمين الذين هم بهذه اللحظات في مكة المكرمة ليؤدوا فريضة من الفرائض التي أوجبها الإسلام وسنها فريضة، من خلالها يأتي المؤمنون إلى الله تبارك وتعالى ويصححوا المسار، وأيضا يراجعوا أنفسهم في جزئيات هذه الفريضة، في جزئيات هذا العمل الكثير من الأعمال التي تفصح أو تجعل من المرء يفصح ما بينه وبين الله وما بينه وما بين نفسه كي يكون موفقا لهذا العمل، وأيضا من خلاله يكون قد وفق للمسار بينه وبين الله، وبالنتيجة يكون مؤمنا مسلما حقيقيا سالما وإيمانه سالم لله تبارك وتعالى، ويصحح طريقه بينه وما بين الله من خلال هذه الأعمال. وأيضا في جزئيات هذه الأعمال الكثير مما يكفر عن ذنوبه ويجعله مؤمنا سويا مخلصا بعمله إلى الله تبارك وتعالى، وأيضا يؤدي عملا وأعمال كبيرة وكثيرة يؤديها بجسده وبنفسه وبروحه لله قد فرضها الله تبارك وتعالى. وربما هذه الأرض وهذا المكان وهذه الأحجار وهذا البيت هو مجرد أشياء مادية في النظرة العامة، لكنها بمعناها الحقيقي هي معنوية، وأيضا تجعل من الإنسان يعلم في أن كل ما فرضه الله وكل ما أمر به الله تبارك وتعالى وما أمر به الإسلام يكون مطاع، ومن قبل المؤمن المسلم لا عليه إلا الطاعة والامتثال. هنالك حرية جدا كبيرة في الإسلام، وهنالك حرية واسعة للعبد وللمؤمن للمسلم للإنسان من قبل الإسلام، لكن هنالك أمور كبيرة وكثيرة على المؤمن على المسلم على الإنسان أن يطبقها دون نقاش، لأن الله تبارك وتعالى حباها وخصها له دون غيره. أراد الله للمؤمن للمسلم أن يوفق من خلال هذا الطريق، وأراد الله تبارك وتعالى للمسلم أن يصحح
مسيره من خلال هذه الأعمال الكبيرة، ومن أجل أن نطلع على أجواء مكة المكرمة والكثير من الأمور. ورحب باسمكم بضيفي من مكة المكرمة سماحة آية الله السيد فاضل الجابري، حياكم الله سيدنا وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله سيدنا، بداية نهنئكم ونبارك لكم اللحظات التي أنتم بها، ولكم أن تصفوا لنا أجواء مكة في هذه اللحظات، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. الحمد لله الأجواء في مكة مفعمة بالإيمان والمشاعر الإيمانية التي تنتشر في كل مكان للحجاج المباركين الذين جاءوا إلى أداء هذه المناسك من كل فج عميق. ترى هنا الشعوب كلها تجتمع، ترى هنا القومات كلها تجتمع، ترى هنا الناس من ألسنة شتى ولغات شتى أصناف شتى، هناك الزعيم وهناك الوزير وهناك تاجر وهناك الطبيب والمهندس والعامل والفلاح، المرأة والرجل، كلهم قد اجتمعوا في مكان واحد ولبسوا لباسا واحد وثوبا واحدا حيث الشكل والهيئة. هؤلاء كلهم يطوفون في بيت واحد، لا تفرق بينهم الأمور الاعتبارية من الشكل أو الشهادة أو الاعتبار المال أو القومي أو ما شابه ذلك. يجمعهم جميعا التوحيد لله عز وجل، التوحيد الخاص، الطواف كما هو عبارة عن تعبير عن تكون محورية حركة الإنسان في هذا العالم هو الله تبارك وتعالى. الكعبة إنما ترمز إلى التوحيد الإبراهيمي الخالص، والناس ما تطوف لا تطوف أحجار أو لأحجار مجردة، وإنما تريد أن تعبر بهذه الوحدة، الوحدة كاملة، وحدة الصنف، وحدة الإنسانية جميعا، إنهم جميعا شيء واحد، كلكم لآدم، آدم من تراب، لا فرق بين أجمي وعربي إلا بالتقوى. تعبر عن اتحاد البشر ووحدة الخلق تبارك وتعالى، الحركة التي هي حركة لولبية، حركة دائرية حول الكعبة، تريد أن ترمز إلى أنه نحن جميعا نوحد تبارك دعاء الواحد الأحد. هذا التعبير في الواقع، هذه الرمزية في الطواف كما تعكس حالة إيمانية يشعر بها كل من أتى إلى هذا البيت وعاش حالة العشق اللهي وحالة العروس الله تبارك وتعالى بروحه وبقلبه نحو خالقه في بيت الله العتيق، في بيت الله الذي أسسه إبراهيم الخليل مع إسماعيل، وأشاد بنيان وشيء هذا البنيان العظيم الكبير الذي الإنسان حينما يعمله يراه قد ملأ ما بين المشهد والمغرب. والحال حينما يذهب إلى عرفات هذا الموقف في تلك البقعة من الأرض، إنه يريد أن يتدرج عن كل عالم الدنيا، هذه الأرض القاحلة، الصحراء التي ليس فيها شيء سوى الأرض والسماء. أكبر أن هذا الإنسان إنما يتدرج عن الدنيا وما فيها ويتفرغ لله تبارك وتعالى بدعائي وصلاتي والمناجاتي والذكري والانقطاع الخالص لله عز وجل. يريد أن ينبذ الدنيا خلفه ويعقم توليه لله عز وجل وانتماعه الى الله تبارك وتعالى. وحينما يذهب هذا الحاج الى مزدلفه ويخرج فيها وينفر بعد ذلك الى منى كي يرمي الجمرات، هذه الجمرات لا تعني انه يبني حجرا حجر، ياخذ حجرا ويبني حجرا اخر، وان يرمز الى انه يرمي الشيطان، يرمي شيطان النفس، يرمي الهوى، يرمي العلم، يرمي الكفر،
يرمي النفاق، يريد أن يطهر قلبه من خلال هذا الإعلان. قاعده من الشيطان، قاعده من الشيطان وأوليائه ومقائده وحبائده ومقائده وزائده. وحينما ينحر الذبيحة والهدي، إنما ينحر الشيطان وينحر حب الدنيا وينحر الهوى لكي يعلن براءة من كل ما خالف المشروع الإلهي في هداية البشر وإيصالهم إلى الكمال الذي قد خلقهم لأجله. حج عبارة عن ملحمة توحيدية خالصة. وحينما يسعى بين الصفا والمروة، في الواقع أن يتذكر هذه التي انقطعت إلى الله تبارك وتعالى، أجر التي تركها إبراهيم عليه السلام كاختبار في هذه الأرض التي أزرع فيها وقاما التي تركت من ذريتي وادم غيري لي. هذه المرأة التي تتلهف على ولدها إسماعيل الذي كاد أن ينتح من العطش، ولكن الله عز وجل فجر زمزم من تحت قدميه لكي تنزل الرحمة الإلهية ولكي تعلن للإنسان. والإنسان لا تأس من روح الله، مهما هرولت يمينا وشمالا، مهما هرولت في أنحاء الدنيا وأنحاء الأرض، يجب عليك أن تهرول بقلبك إلى الله، فإنك هرولت بقلبك إلى الله واقتربت من الله، فإن الله تبارك وتعالى سوف ينجيك من كل هلكة، وسوف يفجر المياه، مياه الرحمة، مياه العطش، مياه الكمال، مياه السعادة تحت أقدامك. وهذا ما يتجسد بشكل واضح في هذا المسعى الذي يسعى فيه الحاج بين الصفا والمروة. وإنما الإنسان يحلل أو يقصر، إنما الواقع يريد أن يعبر عن الجمال الحقيقي وجمال العبودية لله، لأن شعر مظهر للجمال. وحينما يحلل الإنسان يريد أن يجرد نفسه جمال الظاهر الذي قد يخفى عن الناس، وإنما يتوجه الجمال الحقيقي المرتبط بأداء المناس و تحقق الإيمان والتقوى في القلب من ذلك الحال. فإذا الحج عبارة عن ملحمة سلوكية، ملحمة عقائدية، عبارة عن توحيد خالص لله تبارك وتعالى. يستشعر ذلك من طاف بهذا البيت، ومن سعى بين الصفا والمروة، ومن وقف في عرفات، ومن جمع هذه الأحجار التي تمثل في منى. إن الحج الله عز وجل شرعه لكي يكون هذه فلسفته ليكون هذا معناه. وبالتالي الحاج كما يرجع لا يرجع كما جاء، وإنما يكون يعني الحالة التي تكون للحاج بعد الحاج غير الحالة التي تكون قبل الحاج. أحسنتم، فلنقف عند هذه الجزئية سماحة السيد. وكبيرة نعم. هي الزاد والتقوى والإيمان والإيمان الحقيقي الذي جسده بشكل عملي في الحج. فالحج نعم. عبارة عن اعتقاد مجسد في الخارج. نعم. ليس أحسنت. اعتقاد فقط في القلب، وإن ترجم لها اعتقاد في أرض الواقع وفي نعم. أحسنتم سيد، مثل هذه الأعمال التي تفضلتم بذكرها وعموم الأعمال التي يؤديها الحاج، إلى أي مدى هي مؤثرة بسلوكيات هذا المؤمن معنويا طبعا، حتى تجعله مختلفا تماما عن ما قبل الحاج وما بعده؟ حقيقة الحاج فيه رزقة، الحاج فيه معدودات في القرآن الكريم. هذه الأيام معدودات، حينما تتح هذه الأصناف من البشر والقوميات البشر في مكان واحد يتناولون فيما الإنسان سوف يتعرف على أشياء كثيرة جديدة، وسوف يرى لذة العبودية لله تبارك وتعالى. وحينما يرى هذه اللذة العبودية، يرى الشفاء الخالص عز وجل. أولا بعض الأحيان الإنسان لما يصلي أو يصوم أو يؤدي بعض الواجبات والأعمال قد يحدث في بعض العجب بين نفسه وأنه ممكن على الله عز وجل في هذه البلد، ولكن ما يرى هذه الملايين أمتنا كلها تناجي الله، وكلها ترفع عينها بالدعاء والمناجات،
يتصاغرها الإنسان يقول أنا ما أفعل قبال هؤلاء البشر الذين جاءوا من كل مكان، وبعضهم يأتي متكئا يعني ينام الشوارع ويأكل ما تبقى من الناس يجب أن يؤديها. في الواقع يجعل الإنسان يزيد للنفس، الإنسان يهدد نفسه. الإنسان حينما يقف أمام الكعبة ويرى عظمة هذه البناية التي شيدها إبراهيم وإسماعيل والتي وضع أسسها آدم عليه السلام، يرى نفسه كأنه متصادر أمام عظمة الله تبارك وتعالى. حينما يذهب إلى رمز الجمرات ويرى أن الناس ترمي هذه رمز الشيطان، تعلم قد أن الجمرات لها فلسفة. أن الشيطان جاء إبراهيم حينما الله عز وجل أمره بنفسه إسماعيل، أخذ إسماعيل قاموا لكي يذبحوا منا. الشيطان احترط قوم بهذه المواقف الثلاث، كل مرة احترط طريقة وحاول أن يوسوس له ويغريه بأن يترك هذا الأمر وهو ذبح إسماعيل ابتداء لأمر الله، لأن الله أراد أن يختبر إبراهيم ويختبر إسماعيل ويمتحنهما. ولكن إبراهيم قد رجم الشيطان. الإنسان حينما يفهم هذه الفكرة أن الشيطان يجب أن يرد في كل محاول يوسوس به الإنسان، يجب على الإنسان أن واقعا في الدورة الدينية الإنسان أن لا يكون من أتباع الشيطان، وإنما يكون من أتباع الرحمن ويمتثل لله تبارك وتعالى. هناك فلسفة أخرى وهي أن الناس سواس كأسنان المشر. لماذا أتكبر على غني؟ لماذا أتكبر على الفقير؟ إذا كنت أسود لماذا أتكبر على الأسود؟ إذا كنت أنا عربي لماذا أتكبر للأعجمي؟ إذا كنت أنا عالم لماذا أتكبر للجاهل؟ أن في الواقع الحج يعلمك أنكم سواء، لا فرق، لا في الكون، لا في العلم، لا في المال، لا في الجاهل، في القومية، لا في العنصر. يوجد هنا دماء زرقاء ودماء حمراء، لا يوجد هنا شخص غني وشخص فقير، سيد وسود، ملك ملوك. الجميع هنا يعرفنا ذلك إذا بيوم القيامة حينما يخرج الناس حفاة عراة كلهم إلى الله تبارك وتعالى، لا فرق بين أحد وأحد. بل نحن بالواقع أمام مدرسة تربوية عظيمة تولد انطباعات كبيرة للإنسان إذا ما استطاع أن يستمرها استمرارا صحيحا ويتأمل مفرداتها تأملا صحيحا، يخرج نتيجة تربوية تؤدي إلى أن يصل هذا الإنسان إلى مراحل تكامل يحقق فلسفة العبادات بشكل صحيح للإسلام. سماحة آية الله السيد فاضل الجابري، كنت تحدثنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لحضوركم معنا وشكرا لما تفضلتم به. أهلا وسهلا، مرحبا، ولا تنسوا من الدعاء بارك. أيضا نسألكم الدعاء وزيارة ولجميع المؤمنين والسادة المشاهدين. شكرا لكم. ندعو بشعبنا وبلدنا ومجتمعنا إن شاء الله بالتوفيق والخير وأن نصف المؤذر على جميع الأعداء إن شاء الله. اللهم أمين، جزاكم الله خير سماحة السيد، شكرا جزيلا لكم وحياكم الله. شكرا. كان يحدثنا السيد الجابري من مكة المكرمة وتحدث لنا كثيرا عن أو تحدث لنا بجوانب كثيرة مهمة كنا نود أن نتعرف عليها. سماحة آية الله السيد فاضل الجابري كان يتحدث من مكة المكرمة بجزئيات مهمة. أولا تعرفنا على أجواء مكة في مثل هذه اللحظات، وأيضا تحدث لنا عن أعمال الحجيج وما يؤدوه وما نتائج هذه الأعمال، خصوصا ما بعد نحن الآن أحبتنا والمسلمين يؤدون فريضة الحج، لكن ما بعد الحج ينبغي على كل الأحبة الحجيج يكونون بحال مختلف وأجواء مختلفة تماما. هذا ما تعرفنا عليه، شكرا للسيد الجابري. أحبة المشاهدين، لنذهب مع أجواء مكة المكرمة بلحظات اختاروها لنا الزملاء في الكنترول ونعود رافقونا. لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إليك. لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إليك.
أهلا بكم مجددا سادة الأحبة والكرام. سنتعرف أيها الأحبة على أجواء كربلاء المقدسة. مثل هذه الأيام كربلاء تزدحم بزاحفيها والسائرين صوب كربلاء المقدسة، أقصد الذين يقصدون كربلاء من خارج العراق وبحملات مختلفة، عدد من الدول التي يزحف المؤمنين منها إلى كربلاء المقدسة ويقصدون حرم سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه في مثل هذه الأيام استعدادا لليلة ويوم عرفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم ويسدد عملهم وإن شاء الله يتقبل منهم العمل. سنتعرف أيضا على خصوصية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ربما سنتحدث عن الكثير مما تناوله المعصوم سلام الله عليه، ووصلتنا الكثير من الروايات التي تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين والتي ستعرفنا على سبب الحشود التي تشهدها كربلاء في مثل هذه الأيام والأيام التي ستكون قريبة من ليلة ويوم عرفة في كربلاء. أيضا خصوصية أرض كربلاء كما لمكة المكرمة الخصوصية، أيضا لكربلاء المقدسة خصوصية، وحب الله تبارك وتعالى بها كربلاء المقدسة. ومن أجل أن نتعرف على ذلك والكثير نرحب باسمكم بضيف برنامجنا بهذه اللحظات من كربلاء المقدسة أستاذ الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة. حياكم الله سماحة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. الله وحفظكم الله وتفضل أعمالكم وبركاتكم. حياكم الله سماحة الشيخ. أولا نبارك لكم أجواء كربلاء المقدسة وما تعيشه كربلاء. بداية، ما دليل فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لا يخفى على المتأمل والمتدبر بل القارئ والمطالع لما نقل عن المعصومين صلوات الله عليهم فيما ورد عنهم في فضل زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. هذه الروايات نستطيع أن نقول هي على طائفتين، هناك طائفة من الروايات تتحدث عن فضل زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه بشكل عام، سواء كان في مناسبة يوم أو ليلة أو في غير مناسبة، وهناك طائفة تتحدث عن فضل زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بحيث يضاف إلى ثوابها العام ما نص على خصوص تلك المناسبة. افرضوا مثلاً في ليلة النصف من شعبان أو في يوم العيد وليلته في عرفة، كذلك في المناسبات الأخرى وردت روايات تتحدث عن خصائص وميزات في تلك المناسبات. فبالتالي أقول طبقا للسؤال حتى يكون الجواب تاما، الدليل على فضل زيارة عرفة هو ما ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم. هذه الطائفة من الروايات طبعا ليست بالقليلة، يعني في خصوص عرفة من أراد فليراجع كتاب كامل الزيارات أو المضان الأخرى التي تحدثت عن فضل زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه في عرفة. طائفة كثيرة من الروايات ووردت عنهم صلوات الله عليهم بمسانيد صحيحة وبدلالات قوية كذلك. إذن سماحة الشيخ وائل البديري، بناء على ما تفضلتم به، ما هي خصوصية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ في الواقع يعني أتصور أن سؤالكم في الخصوصية عن عرفة. في الواقع زيارة الحسين صلوات الله عليه في عرفة، الروايات التي وردت فيها تحدثت عن ميزات وخصائص، إلى ربما لا أبالغ إن قلت هذه الخصائص غير موجودة في غيرها من الزيارات. أفرضوا مثلا هذه الطائفة من الروايات التي تتحدث عن لسان الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه، قال إن الله سبحانه وتعالى لينظر إلى زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في عرفة قبل أن ينظر إلى الواقفين بعرفة. في طائفة من الروايات الأخرى أو رواية أخرى تقول إن الله ليطلع
أن يطلع على زوار الحسين عليه الصلاة والسلام في عرفة. في رواية ثالثة تقول أن الله عز وعلا يتجلى لزائر الحسين عليه الصلاة والسلام في عرفة، بمعنى أثناء تواجدهم عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهم يطوفون حول قبره الشريف وتحت خفته يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات في الواقع هي تتحدث عن خصائص كما أسلفت في الذكر غير موجودة في المناسبات الأخرى. هذه الطائفة من الروايات بعضها يسأل سائل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن سر تلك الميزة أو الخصيصة التي امتاز بها الإمام الحسين عليه السلام في زائر، فقال إن الله يطلع أو ينظر أو يتجلى على الألفاظ الثلاثة زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن الذين يحتفون بقدر الإمام صلوات الله عليه لا يكونون إلا وهم صحيحو النسب والانتساب، يعني ما هم إلا أبناء حلال. أما الذين يقفون في عرفة حيث المناسك التي يؤدونها عند بيت الله الحرام، الذين يقفون هناك هناك من يقف صحيح الانتساب وهناك من يقف وهو غير صحيح الانتساب. يعني بلفظ الإمام الصادق صلوات الله عليه أبناء الحلال وأبناء الحرام يقفون هنا، أما عند الحسين عليه السلام لا يوقف، يعني الذي يزور الإمام الحسين صلوات الله عليه ما هو إلا صحيح الانتساب. الذي يفوته ذلك ليس معنى أن هذا الوصف غير محرز فيه، وإنما فاته فضل عظيم في الواقع. هذه من الخصائص في الواقع. طائفة أخرى من الروايات إذا سمحت لي. أحسنتم، تفضل. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إذ يتحدث عن زائر الإمام الحسين في عرفة، قال من زار الحسين صلوات الله عليه في عرفة كأنما زار الله في عرشه، وفي رواية فوق عرشه. أحسنتم. سبحانه وتعالى. هذه طائفة كذلك تتحدث عن خصائص غير موجودة في زيارته صلوات الله عليه في المناسبات والأيام. أحسنتم. سماح شيخ، تحدثتم وربما هنالك الكثير من الروايات التي تحدثت عن زيارة الإمام الحسين، ما المقصود من المعرفة في زيارة الإمام الحسين؟ من قبيل قول الإمام سلام الله عليه من زار قبر أبي عبد الله سلام الله عليه عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، ما المقصود في هذه المسألة؟ تفضلوا. طبعا هذه الكلمة وجدت التنويه إلى أنها وردت في أكثر من نص ورواية عنه صلوات الله عليهم. هذا القيد قيد عارفا بحقه في حكاية المنقول. في الواقع في رواية عن هشام بن سالم سأل الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه عن معنى قولهم عارفا بحقه، قال أن تعرف أنه مفترض الطاعة. أن تعرف أنه مفترض الطاعة، طبعا هذه الكلمة هي أدنى ما يعرف بها المزور، يعني الإمام الحسين صلوات الله عليه، أن يعرف أنه مفترض الطاعة طبعا قولا وعملا وخلقا ومنهاجا واستيقانا لا ريب ولا شك، يتفاعل مع الإمام الحسين صلوات الله عليه قلبا وقالبا وروحا وعلما إلى آخره. الإنسان الزائر المؤمن عندما يكون بهذا الحال يزوره وهو مستيقن، يزوره وهو معترف، يزوره وهو معتقد، تكون زيارته زيارة تامة وينتفع بها انتفاعا كاملا. أما الذي يزوره وهو غير معتقد به وهو غير مستيقن به، إنما يزوره لأنه يجد الإمام الحسين رمزا تاريخيا، وهذا يحدث كثيرا طبعا، لا يحظى بهذا الثواب العظيم، لأنه الحديث الذي ذكر في عموم الأيام من زار الحسين عارفا بحقه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومعنى ذلك أن يكون في تمام الاعتقاد بالإمام الحسين صلوات الله عليه في كل ما نص فيه وفيهم جميعا صلوات الله عليه.
أحسنتم سماحة الشيخ. أستاذ الحوزة العلمية في محافظة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ وائل الأبديري، شكرا لحضوركم وشكرا لما تفضلتم به. يحفظكم الله، حفظكم الله. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ البديري وإن شاء الله موفقين. أحبة المشاهدين، كان يتحدث سماحة الشيخ حول خصوصية زيارة الإمام الحسين في عرفة، وأيضا الدليل، وأردنا أن نقف في هذه المسألة، الدليل في فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في عرفة أيضا تحدثنا عنه، وأيضا حول يعني هنالك جملة من الروايات تحدثت عن زيارة الإمام الحسين وفضل زيارة الإمام الحسين، وأيضا خصوصية الحسين سلام الله عليه والحضور عنده هنا في كربلاء المقدسة، ووقفنا عند واحدة من الروايات التي كانت تتحدث عن معرفة العمل الذي يؤديه الزائر إلى كربلاء المقدسة، وتعرفنا على ذلك. أحبة المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود رافقنا. لبيك ذا العفو لبيك، إني آت منك إليك. أهلا بكم سادة الأحبة والكرام، لازلنا وياكم نتعرف على خصوصية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وإن شاء الله موفقين جميع المؤمنين الذين قصدوا كربلاء المقدسة من مختلف هذا العالم ليؤدوا زيارة سيد الشهداء في مثل هذه الأيام ويوم وليلة عرفة. نسأل الله يوفقهم ويسدد عملهم بالقبول. هنالك الكثير كما قلنا وأسلفنا الكثير من الروايات التي تحدثت عن فضل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وبأقوال لمولانا الباقر سلام الله عليه، واحد منه يقول: مروا شيعتنا بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أو قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، فإن إتيانه مفروض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. وأيضا قال الإمام الرضا سلام الله عليه في واحد من الروايات التي أيضا تحدثت عن فضل زيارة الإمام سلام الله عليه، موضوع قبر الحسين عليه السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة، ويتحدث عن أرض كربلاء وأيضا قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام رضا أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمسلم أن يتخلف عن قبر الحسين عليه السلام أكثر من 4 سنين، وهذا القول نصه للإمام الصادق سلام الله عليه. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: حق على الغني أن يأتي قبر الحسين ابن علي عليه السلام أو عليهما السلام في السنة 2 مرات، وحق على الفقير أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة 1 مرة. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة عليهم السلام فلا يدع زيارة الحسين بن علي عليهما السلام. وأيضا قال الإمام الصادق عليه السلام: إن لزوار الحسين بن علي عليهما السلام يوم القيامة فضلا على الناس. قال زرارة: وما فضلهم؟ فقال عليه السلام: يدخلون الجنة قبل الناس 40 عاما وسائر الناس في المحشر. وهكذا تتحدث أيها الأحبة الروايات عن فضل زيارة الإمام الحسين، وكأنها تصف زائر الإمام الحسين، كما أن الحسين عليه السلام خاص وشأنه خاص، وأرض كربلاء التي احتوت الحسين سلام الله عليه شأنها خاص وفضلها خاص ومكانتها خاصة، كذلك الزائر للحسين عليه السلام شأنه خاص وأمره خاص، بل أكبر وأكثر من ذلك. هنالك الكثير من الروايات الأخرى تتحدث عن خادم زوار الإمام الحسين، تتحدث عن التراب الذي يكون موطئا لزوار الإمام الحسين سلام الله عليه. يبدو أن كل ما يتعلق بالحسين له الخصوصية ذاتها، كل ما يتعلق بزوار الإمام الحسين سلام الله عليه له الخصوصية، ومن هنا ينطلق أو تنطلق حقيقة أرض كربلاء وحقيقة زيارة الإمام الحسين في مثل هذه الأيام. ربما هنالك تحدث ضيفنا من كربلاء، وأيضا هنالك الكثير من الروايات تتحدث عن خصوصية زيارة الإمام الحسين في الأيام والمناسبات الخاصة، وأيضا هنالك الكثير من الروايات حتى الأيام الاحتيادية، لذلك يحرص المؤمنين أن يأتوا زيارة الإمام الحسين قبل المناسبة. ربما الحديث عن الذين يقصدون زيارة الإمام الحسين من خارج العراق، وهؤلاء
يعدون أياما قبل المناسبة، نتحدث عن زيارة عرفة، هم يأتون قبل أيام وليلة عرفة بكثير من الأيام حتى يستثمروا هذه الأيام التي يستقبلوا بها ليلة ويوم عرفة ويستقبلوا بها المناسبة. لماذا؟ ليس فقط أنهم يستعدوا للمناسبة فقط، إنما هنالك الحديث من الكثير من الروايات والحديث وما نقل عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، كان يتحدث حتى عن الأيام الاحتيادية، وليس فقط المناسبات إنما جل الأيام، بل كل الأيام تتحدث الروايات ويتحدث الأئمة المعصومين عن أن هنالك خصوصية لزيارة الإمام الحسين، وأيضا الحضور في كربلاء المقدسة والحضور عند قبر سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه والمثول بين يديه ذلك الإمام مفترض الطاعة، وأيضا الذي قدم أنموذجا للفداء والإباء لهذا الإسلام وهذا الدين وهذه الأمة. ومن هنا تأتي خصوصية زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من كل المؤمنين وسائر المسلمين الذين قصدوا كربلاء المقدسة في مثل هذه الأيام وسائر الأيام التي يحضرون بها إلى كربلاء. ربما هذه المسألة أيضا أن كربلاء هي مقصد لكل المؤمنين بل في سائر الأيام، وهذه ما حباها الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يتقبل من الحجيج الذين في مثل هذه الأيام هم يحضرون عند بيت الله، وإن شاء الله تكلل أعمالهم بالقبول. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، لكم مني ومن أسرة البرنامج التحية وإلى الملتقى. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك.